لكم فيديو جديد معكم مارو. احنا النهاردة هنعمل فيديو عن مميزات الحياة في امريكا، والفيديو بتاع بكرة هيبقى نفس التوقيت دوت هيبقى العيوب، بس انا خلينا نبدأ الاول بالمميزات عشان الناس ايه ما تتصدق. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. طبعا انا بقالي حوالي 8 ايام مش بنزل فيديوهات، مش مشكله مش هاخد في تفاصيل. انا يعني مش عارف ليه كان عند كورس اللي هو مش السواق، كورس جنب السواق مش عارف ليه، بس مش مشكله. المهم فانا الفيديو دوت انا حابب اتكلم فيه عن المميزات كلها تمام والعيوب الفيديو اللي بعديه. بس قبل ما اتكلم عن المميزات والعيوب، انا طول عمري في الفيديوهات اللي انا قاعد انزلها بحاول ان انا اشجع الناس على السفر، والناس هي تسافر وتنبسط وتعمل حاجات وتحقق انجازات وحاجات زي كده تمام. فلو الفيديو بتاع العيوب اللي هو هنزله بكره ما عجبكش، ما تخش تقول انت بتعقد الناس وتعش ايه وبتاع. عايزك تحط في دماغك حاجه واحده تمام، ان في كل دول العالم في مميزات وفي عيوب تمام. وفي امريكا زي ما في ناس اغنيه وناس مبسوطه عادي وناس متوسطه، في شحاتين برضو اللي هم الهوملس وفي زي ما في ناس حاجات كويسه زي ما في تجار مخدرات واسلحه وحاجات زي كده اتكلم عليها في الفيديو الجاي. فبرضو مش عايزك ايه تتصدم من الواقع بتاع الحاجات اللي هو العيوب، بس ده ما يمنعش ان المميزات عينها بتغطي على العيوب. واول حاجه هي فرص العمل. فرص العمل هنا في امريكا جماعه كتير جدا 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 وفي كل المجالات اوكي. بس لو انت جاي امريكا جديد كمهاجر او كده تمام، معكش شهاده، لسه ما بتتكلمش انجلش كويس، كل الحاجات دي لسه تمام. فبتشتغل شغلانات عاديه وفيها فلوس كويسه. زي ايه مثلا؟ هقول لك زي ايه. زي مثلا سيلز، زي كاشير، زي مثلا انت بتشتغل اوبر، بتشتغل ليفت، بتشتغل على عربيتك مثلا في اي حاجه، بتشوف مثلا اي شركات يعني بتدور على اللي هم الناس اللي هم ايه عندنا في مصر اللي احنا بيرموا الورق دول اللي هم بيحطوا الحاجات على البان، مش عارف اسمها ايه الصراحه، ولا عارف اسمها ايه بالانجلش ولا بالعربي. بس الناس دول هنا ممكن انت تشوفها شغلانه مش كويسه قوي، بس دي بتدي فلوس جامده جدا. زي الدليفري كده اللي هم الناس اللي بتحط الجوابات، اللي بيحطوا الاظروف، اللي بيوصلوا حاجات الباكجز للبيوت، مش عارف ايه، بيبقى لابسين لبس كويس، بيبقوا راكبين عربيات كويسه جدا جدا جدا، وفلوسها بتبقى كويس جدا. يعني انت مالك حوالي 2000 وشويه 3000 دولار في الشهر، يعني مش وحش. فبرضه دي حاجه انا حابب اقولها عشان انا اتعرفت على ناس كتير جدا شغالين الشغلات ديت، ولقيتهم فعلا بيعملوا فلوس حلوه جدا يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله تمام. فهتلاقي لو انت بقى متخرج دي حاجه تانية خالص. فرص العمل هنا لما انت بتتخرج بتبقى ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتاخد فلوس. يعني في ناس هنا متخرجه بتاخد مش اقل من 6000 7000 دولار وانت طالع فوق تمام، وانت بني ادم واحد. فما شاء الله يعني فرص العمل هنا بتلاقي في كل حته. هنا حرفيا انا لما جيت امريكا عملت فيديو قبل كده عن موضوع الشغل، خش اتفرج عليه. لما جيت هنا امريكا مش عارف الموضوع بس اقول لك ان انا جيت هنا بعد 3 4 شهور كنت اشتغلت، وساعتها كان كوفيد اللي هو الناس كلها مقفله اصلا، مفيش شغل، البلد كلها مقفله، بس اشتغلت برضه. فده اللي عايز اقوله لك، فرص العمل هنا عندنا كتير جدا، والناس اصلا هنا بتغير شغل كل شهرين 3 4 وتروح مكان تاني مش عارف ايه وبتاع وي. فرص العمل هنا كويسه جدا. من خلال فرص العمل هنخش على الحاجه التانية وهي الدراسه. الدراسه هنا يا جماعه سهله جدا 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 بس صعبه. تقول يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. يعني الدراسه عندنا هنا بتختار الجامعه اللي انت عايزها، زي عندنا في مصر مثلا، سوري، عكس اللي عندنا في مصر. انت لا، انت مستني تنسيق، انت درجتك كام، مش عارف تخش كليه كذا، لا انت عادي بتفتح مواقع الجامعه بتختار الجامعه اللي نفسك فيها تمام وتخشها. بس هتحسب ليك بلاش العقليه اللي انت طب وصيدله وهندسه مش تاكل عيش، صدقني مش تاكل عيش. لو انت جاي هنا عشان بس تحقق طموحات ناس تانية، او انت تحقق الحاجات اللي في مصر، ابعد عن العقليه اللي في مصر او في اي دوله عربيه، الدكتور والمهندس والكلام ده تمام. فنصيحه مني، فانت دور على الكليه اللي انت بتحبها واختارها عشان تمشي فيها كويس وانت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها تمام. تمام. فبالنسبه للدراسه اختار اللي انت عايزه، بس انت لو ضعيف في اللغه هتلاقي مشكله صعبه شويه تمام، بس هتمشي يعني الحال مش وحشه يعني. بس مشكلتها ان هي صعبه، ان هي الدراسه هنا حوالها طويله قوي يعني فاهم، حوالها طويله في المده. يعني في ناس انت لازم تعمل سنتين وتعمل ترانسفير وتروح جامعه تانية وحوارات وحاجات زي كده. برضو تفاصيلها هتلاقي اللينك ده في الديسكربشن، كنت عامل فيديو عن موضوع الدراسه. تالت حاجه في مميزات بتاعت امريكا وهي ايه؟ هي العربيات. طيب نخش موضوع العربيات عشان انا بحب العربيات. بص انا اتعدلت كده في الكرسي. المهم موضوع العربيات،
الناس شايفه ان العربيات رخيصه او في ناس شايفه ان العربيات غاليه. انا عايز اقول لك هي ولا غاليه ولا رخيصه، هي متوسطه، بس الميزه ان انت بتعرف تقسط العربيه اللي نفسك فيها. اي عربيه انت نفسك فيها بتعرف تقسطها، ولما تقسطها بتختار القسط، او مش بتختار يعني القسط بتاعك بيبقى مريح مش عالي قوي يعني. فدي ميزه كلنا كشباب بما نفسنا نركب عربيات معينه، حتى لو احنا مثلا يعني انا كنت عايش في مصر كنت بشوف عربيات اللي هو ممكن اركبها عادي قوي، بس انا عندي طموح في حياتي او حاجه في عقلي كده جوايا يعني ان انا نفسي اركب العربيه دي، نفسي فاهمني. فدي بقى انت لما تيجي هنا ان شاء الله يعني او في اي دوله تاني يعني بيبقى الموضوع العربيات ده سهل يعني، اللي هو ايه تبني سكور كريدت وكلمت عنه قبل كده ومش عارف ايه، وتروح هوب بسم الله ما شاء الله جايب العربيه اللي انت نفسك فيها. فدي تالت ميزه من ميزه الحياه في امريكا. ورابع حاجه بقى هي السفر والاكل والشرب عشان ندمجهم في بعضهم كده. بص، فكره ان انت معاك باسبور امريكي صدقني بتحس براحه نفسيه. هتقول يعني ايه راحه نفسيه؟ اقول لك ان انت عندك مثلا امريكا دي 50 ولايه، تخيل ان انت تقدر تخش 50 ولايه بس، مش هقول لك حتى بره امريكا، انا بتكلم دلوقتي ان هو جوه امريكا تقدر تخش 50 ولايه. 50 ولايه كبيره، مصر سوري كاليفورنيا لوحدها قد مصر اصلا، فما بالك ان انت تقدر تخش 50 ولايه. وكده امريكا مليانه حاجات، اي حاجه بتشوفها بقى في التلفزيون ده انا عايز اتكلم عليه. انت دايما بتشوف نيويورك، بتشوف هوليوود، بتشوف لوس انجلوس، بتشوف كل الاماكن دي. فتخيل الاماكن دي كلها انت اللي هو ايه، انا صحيت كده الصبح مثلا بدري انا رايحها، فاهمني. انا عايزك في الفيديو دوت ما تركزش على بوينت الفلوس، ما تركزش ان انت ايه انا عايز احوش، انا عايز اعمل ثروه، انا مش عارف اعمل ايه. مش معنى الفيديو دوت ان انا بقول لك ما تحوش فلوس، بس عيش حياتك، عيش حياتك وانبسط وحاول فلوس، مش دي القصه يعني. بس معظم الناس بحس ان هي او احنا كلنا كده يعني، لما كلنا جينا هنا عقليتنا بدات تتغير شويه مع العالم اللي احنا بنعيش فيه. انت تبقى في مصر كله بيعمل ايه؟ انا هحوش او متخرج احاول اشتغل اي شغلانه واتجوز بس، ما بيفكرش في حاجه تانية، ما بيفكرش في طموحاته، ما بيفكرش مثلا لو انا عايز اجيب عربيه نفسي فيها، عايز اجيب البيت اللي انا نفسي فيه، اللبس اللي نفسي فيه، الموبايل اللي انا نفسي فيه، اللابتوب اللي نفسي فيه، الكمبيوتر اللي نفسي فيه، فاهم، اسافر في الاماكن اللي انا نفسي فيها، مش عارف ايه. كل دي حاجات انا شايف ان انت حققها الاول، بعد كده شوف شريك حياتك. يعني اشتغل شغلانه كويسه وتخرج من جامعتك ويعني اعمل فلوس وكارير لحياتك كل حاجه، بعد كده ابتدي اتجوز. بلاش اول ما تلاقي شغلانه تفضل تحوش كل فلوسك كل فلوسك كل فلوسك ان انت تتجوز، وبعد كده تقعد كده بقى. طب ليه وانت لسه صغير اصلا يعني، فاهمني. فدي نصيحه مني لاي حد جاي امريكا، والله العظيم عيش حياتك الاول، انبسط واخرج وسافر وكده. فميزه الباسبور دي اللي بتكلم عليها، نرجع تاني للبوينت ديت، ان انت تقدر تخش ولايات كتير جدا في امريكا او كلها يعني عامه، تمام. وبرده تقدر تروح اي دوله في العالم. تخيل انت كده صحيت الصبح بدري، تمام، انت عندك اجازه مثلا 3 ايام. طب انا رايح اوروبا، طب انا رايح مثلا ولايه كذا، رايح نيويورك، رايح في حته، فاهم. تحس ان انت عندك حريه كده ان انت تخش دول العالم كلها من غير حتى فيز بقى، ولا سنه فيزا، ولا واقف في المطار، ولا لا، هو تعدي السلام عليكم وعليكم السلام، خلصت تمام. ثالث حاجه او رابع حاجه مش فاكر، اللي هي الاكل والشرب. الاكل والشرب هنا رخيص، تمام. فانت ممكن هنا كل يوم تلاقي نفسك بتتغدى من اي براند انت نفسك فيه، اي محل كنت بتتفرج عليه في التلفزيون او نفسك تاكل فيه او بتفكر تاكل فيه كل يوم او كده، هتلاقي نفسك هنا عايش حادي عادي. لو انا رايح كده ايه ده، مثلا يعني ماك، انا داخل ماك. ايه ده، كريسبي كريم، انا داخل كريسبي كريم. ايه ده، ستاربكس، فاهمني. الناس هنا بتشرب ستاربكس زي ما انها زي مثلا عندنا في مصر بنشرب ميه من الحنفيه يعني، ستاربكس هنا مش حوار يعني، تمام. فدي ميزه من الميزات ان انت هنا بتلاقي ان الاسعار هنا كلها رخيصه جدا بتاعت الاكل والشرب يعني، فدي حاجه كويسه جدا، تمام. الكام نقطه اللي جايين دول للشباب اللي زيي اللي في سني، اي حد كبير بيتفرج على الفيديو ممكن النقطه دي مش هيبقى ليه فيها قوي، بس انا بتكلم على الشباب اللي في سني في العشرينات الثلاثينات. في ميزه هنا هتعجبك جدا، هي الحفلات والماتشات الكوره يعني، واي ماتشات تاني يعني، تمام. هنا في امريكا لما بتيجي تروح ماتش كوره او WWE او باسكت او الكوره بتاعتهم الامريكيه، تلاقي الماتشات دي التيكت بتاعها رخيص 30 40 دولار يعني، مش حاجه غاليه قوي يعني، فاهمني. وتقدر تروح كل يوم مره وكل حاجه، فتلاقي نفسك مبسوط اللي هو ايه ده، انا بتفرج على ماتشات الكوره كل يوم في الاستاد، انا رايح باخد عربيتي الصبح رايح اتفرج على ماتش الكوره في الاستاد وراجع تاني، تمام. في ميزه اللي هي كاس العالم الانديه هتلاعب هنا في امريكا، وكاس العالم اللي هو بتاع المنتخبات، تمام، برضه هيتلعب هنا في امريكا. فدي برضه ميزه من ميزات الناس اللي تبقى عايشه هنا في امريكا، اللي هو انا طب ايه ماتش بكره الصبح هروح اتفرج عليه، فاهمني. ففي ميز
كتيره جدا 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 ميز انا قلت ميز في ميزات كتيره جدا جدا تمام في موضوع ان انت ايه كشاب يعني سني كان عايزك تروح ماتشات كوره وحاجات زي كده وبرده حفلات لو انت برده بتحب المغنيين الامريكان بقى والناس اللي هم هنا دول وكده تمام انا حضرت حفلات كتير جدا 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 مش عندي على انستغرام خش عندي على انستغرام هتلاقي الحفلات دي كلها عندي المهم حفلات كتير جدا 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 حضرتها وانا كنت نفسي اتفرج على الناس دول في حياتي يعني انا كنت بقعد كده زمان اسمع الناس دي بس في على اليوتيوب اسمعهم في على الهيدفون وانا مثلا رايح في حته او انا في الجيم او ان انا احضر الناس دي والناس يبقى في وش كده وانا قاعد مبسوط احساس جامد انا كشاب ببقى مبسوط عشان كده دايما بقول لكم يعني حاولوا تنبسطوا تروحوا ماتشات تروحوا حفلات تروحوا سفروا في اماكن تستكشفوا العالم تجيب عربيه اللي نفسك فيها كده ما تربطش نفسك بالجواز كده اول ما تلاقي شغلانه هنا في امريكا عشان ايه استقر والحاجات دي ما تخليش حد ياثر عليك وكمان بقى استقر والحاجات دي اخر الموضوع مش بقول لك لا تاني اخر الموضوع مش بقول لك لا عيش حياتك الاول وانبسط او لو انت عندك دوت وربنا كرمك وعشت حياتك خلاص وانبسطت خلاص سنتين تلاته اربعه خلاص ابتدي بقى ايه افتح بيت تمام لكن ما تفتحش بيت وانت لسه في البدايه ديت حياتك في امريكا بلاش 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 الكام نقطه بقى دول هم المهمين وهم الخلاصه واحد التامين عندك تأمين على عربيتك تأمين على بيتك تأمين على حياتك تأمين على كل حاجة كل حاجة تقول لي يعني ايه تأمين يا عمر شرحت الموضوع دوت في كذا فيديو برضه هحط لكم في الديسكربشن بس ملخصا كده ان اي حاجه بتتكسر منك عربيتك حادثه بيتك اتهد مش عارف ايه بتاع ليك تعويض من التأمين دوت تمام بس ده لو انت تدفع تأمين لو انت عامل تأمين اللي هو العالي خالص تمام يعني انا عامل مثلا تأمين ان انا لو العربيه دي لا قدر الله اتقلبت بيا اصلا ونطيت في البحر بيها تمام التأمين ملزم تاني التأمين ملزم ان هو يديني عربيه جديده واللي انا اختارها يعني خلاص انا اختار العربيه دي هو هيعوضني عربيتك مثلا دي كان 58000 دولار خدوا 50000 دولار هم كمان وهات لك عربيه بيهم انا مش بهزر انت الكلام ده بجد تمام نفس الكلام في بيوت نفس الكلام في اي حاجه فكره ان هنا في تأمين الانشورنس ده حاجه مهمه في حياتك جدا 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 تمام تمام الحاجه اللي بعديها هي حقوق البني ادمين والمصالح الحكوميه تاني حقوق البني ادمين هنا انا ببقى شغال في مكان انا لو مش عاجب المدير بتاعي بقوله في وشك انا مش عاجبني انا في حياتي هنا عمر ما حد قدر يغصبني على حاجه في امريكا يعني انا شغال ببقى شغال ولو طلبوا مني حاجه زياده عن الشغل لو قلت لا عمره يقول لي بقى امشي ولا اطلع بره ولا انت مرفوض يا نهار ابيض ممكن يتحبس فيها يعني مستحيل مستحيل اقسم بالله العظيم ثلاثه مستحيل تمام ده يحصل في حياتك تمام فدي ميزه من الميزات ان انت ايه عندك يعني فاهم كده حكيتها المهم الحاجه المهمه هي الحريه الشخصيه بتاعتك في امريكا يعني حريه شخصيه انا مثلا والدتي واختي محجبين يعني تمام عشان الناس مسلمه فعمرك ما تلاقي هنا حد ده يبص لك بقى ايه ده هي ليه لابسه حجاب او هم ليه لابسين حجاب او ايه ده ما انتوا مسلمين ما تقفوش هنا والله يا والله بقالي 4 سنين في امريكا عمرها ما حصلت عمرها ولا حتى بنظره واحده اقسم بالله تمام يعني حريات الشخصيه مش واحده بالحريات الثانيه انا بتكلم على ديني انا وعقيدتي انا تمام بتحترم فوق المليون في الميه لا بالعكس بيحاولوا كمان ان هم يدوا لك ايه إحاء ان هم مرحبين بيك اكتر من العادي يعني لما بيشوفوك ان انت مثلا عربي او كده بيحاولوا يحترموك اكتر واكتر صدقوني اقسم بالله وبتحصل معايا كتير جدا 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 حاجه بقى تمام مهمه هي المصالح الحكوميه يا جماعه انا رخصتي بروح امتحنها اروح الرخصه بتجي لي على البيت بطاقتي اروح اعملها استلمها في نفس اللحظه في الجامعه حتى لما روحت اعمل الاي دي بتاع الجامعه اخدته في ساعتها في ثانيه في ثانية اقسم بالله انا الراجل خدت الصورة من هنا رحت على الشباك التاني مفيش لاين مفيش حاجة اسمها دور مفيش اصلا حد غيري اصلا رايح كده على اللاين لقيت يقول لي اتفضل وراح مديني الاي دي بتاعي الاي دي بتاعي انا في مصر لو ناس في حد هنا في جامعة حقوق حلوان يعني انا كنت بيطلع عيني بس عشان اقدم على الاي دي بتاعي مش عشان اخده تمام في حاجات هنا انت انا ممكن الفيديو دوت بركز فيه على حاجات انت عمرك ما تاخد بالك منها يعني انا ركزت الحاجات دي ليه عشان الحاجات دي معظمنا في مصر لما انا كنت حتى ما كنت عايش هناك الحاجات دي عاديه خلاص احنا اتعودت على المصالح الحكوميه وطلع هات لي كذا وختمي كذا وورقه كذا وشهاده كيد ومش عارف ايه شهاده الميلاد والكلام ده صح اتعودنا عليه في مصر فخلاص بقى عادي صح فانت بتنسى ان ده انت بتنسى ان دي مش عاديه لا هي مش عاديه هي حاجات مش عاديه انت هنا هتلاقي بقى حياتك بقت ايه اسهل فاهمني بطاقتك ضاعت طلعت بطاقه جديده
فاهمني؟ الديبت كارد، الكارت بتاعتك، الكريدت والحاجات دي وقعت منك ضاعت، اقسم بالله اقسم بالله بضغطه زر على الموبايل تقفله، وفي ثلاث خلال ثلاث ايام تلاقي كارت جديد جاي لك على البيت. السرعه هنا في امريكا غير طبيعيه غير طبيعيه. رحت جبت عربيتي والله اخدتها في ساعتها، انا دخلت العربيه عجباني طخ طخ ام دي خلصت، ام دي خلصت خلصت. السرعه في امريكا مصالح حكوميه في كل حاجه، في جامعات يا لا الا الجامعات، الجامعات دي انا كنت يعني حببوني في ان انا ادرس، يعني حببوني ان انا ادرس. انا بقيت بخش الجامعه كده انا مبسوط، انا مبسوط. يعني الجامعه تقعد في المكتبه بتاعت الجامعه مفيش حد بيفتح صوته، كله هتلاقي المكتبه دي مليانه ناس، بس مستحيل تلاقي حد بقى قاعد ولا هزار ولا زي مثلا عندنا في مصر اللي هو ايه بلطجه وشله قاعدين. مفيش مفيش الكلام ده، تلاقي كله قاعد اللي معاه لابتوب حاطط الهيدفون، اللي معاه موبايله حاطط الايربودز او حاجه، وقاعد مش حد خالص خالص. انا اول ما دخلت كده حاسس انا خايف ان انا اعمل صوت، انا خايف ازعج الناس دي، انا حاسس ان انا اللي غلط مش هم، فاهمني؟ اللي هو ايه ده؟ ايه الهدوء ده؟ ايه الهدوء ده؟ والله العظيم. فدي من الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها منها جدا جدا جدا. في حاجه وده في واحد عمل فيديو كده شفته بتاع بيسوق موتوسيكلات مش فاكر اسمه ايه الصراحه، وده حبيت النقطه دي اتكلم عليها. السواقه في امريكا، الاحترام في السواقه، يا لهوي مستحيل تلاقي حد ماشي بين الخطوط، مستحيل حد يبقى عايز يخش يمين وشايفك قدامك ويروح واقف كسر عليك، انت رايح فين ولا انت ايه عايز تعدي قدامي؟ لا يهدي ويعديك، والله يهدي ويعديك. تمام، الموتوسيكلات لو انا ماشي كده ولقيت واحد جاي بموتوسيكل جنبي بروح موسلع له عشان هو يعدي. تمام، ده طبيعي في كل البني ادمين اللي هنا في امريكا، كل البني ادمين هنا في امريكا. يعني احنا عندنا في مصر طبعا الناس تتفرج عليه، لو من مصر هيعرفوا الكلام ده، لو اكسر عليه مش عارف ايه زن عليا يلا مش عارف ايه، هنا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده اصلا خالص خالص خالص. تمام، وهنا الحكومه اللي هو ايه ماليش دعوه بقى مصري افغاني صيني هندي، كله بيحاسب زي كله، لو امريكي كله بيحاسب زي كله. فدي ميزه من الميز اللي احنا حرفيا يعني ما كناش بنلاقيها عندنا في مصر، دي حقيقه يعني. تمام، انا في نهايه الفيديو حابب اقول تخيل كل النقط اللي انت ممكن ما كنتش واخد بالك منها دي، تمام، متجمعه في بعض. تقول يعني ايه متجمعه في بعض؟ انا هشرحها لك في اقل من دقيقه. تخيل صحيت الصبح بدري، تمام، انت صحيت الصبح بدري، انا البيت اللي انا قاعد فيه دوت لو اتهد عليا هناخد تعويض. خرجت من بيتك، ركبت عربيتك اللي هي ملكك واللي انت اخترتها يعني بارادتك واللي انت كنت نفسك فيها، البلد اللي حصل لها حاجه انت كذا، فاهمني؟ رايح الجامعه اللي انت عارف لو رحت الجامعه حصل اي حاجه مفيش حاجه اسمها خم في الامتحانات، مفيش حد هيغش منك، مفيش حد هيسرق منك، مفيش حد هيطلعك بره اللجنه، في اصلا لجنه، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى رايح في الامتحان ولا المراقب يستقصدك ولا عارف. حاسس طول ما انا بحس كده ان انا حاسس ان انا عايش مطمئن، فاهمني؟ نفسيا ده اللي انا بتكلم عليه في الفيديو، فكك من الماديات دلوقتي، انا بركز في النفسيا والعقليه اللي انت يعني بتحسها، فاهمني؟ انت هتحس ان عقلك مستريحه ونفسيتك مستريحه. تمام، انا رايح الجامعه عارف ان انا هيساعدوني، انا لو طلبت اي حاجه هيساعدوني، انا لو عايز كذا هيساعدوني، انا لو عايز اعمل ورقه هيخلصه لي، لو الكارنيه وقعي مش احنا عندنا في مصر الكارنيه معايا؟ يا لهوي الكارنيه وقع، فاهمني؟ لا احنا عندنا عادي الكارنيه وقع، يعني ايه المشكله اجيب غيره؟ اجيب 10 غيره، فاهمني؟ انت رايح في الطرق انت عارف ان انت يعني مفيش بقى ايه النهارده في ماسوره ميه ضربت والطريق ده مقفول، النهارده بيحفروا في الشارع دوت، مفيش في حاجات حرفيا بسيطه جدا، انت لو انت خدت بالكم منها هتحس ان انت نفسيا انا مستريح، يعني فاهمني؟ يعني عندك شغلك مفيش بقى ايه ده اصل المرتب اتاخر، يا لهوي انا والله اربع سنين عمري ما في حاجه اسمها حصلت ان المرتب اتاخر ساعه واحده، ساعه مش هقول لك يوم، ساعه. ففي حاجات هنا كتير جدا مميزات، اكل وشرب انت بتاكل وتشرب اللي نفسك فيه، والله كلمه معنى ان اللي تشرب وتشرب تاكل وتشرب دي اللي نفسك فيه دي بجد، انت بتختار اللي انت عايزه ايا كان ايه هو ايه، ايا كان هو ايه. تمام، احنا عندنا يعني الناس مثلا اللي تاكل كذا دي بقى ناس اغنياء، اللي يروح يجيبوا مثلا كرواسون والحاجات اللي يقعدوا هو يعجب يقوم فاكرين، انت عارف انت فاهمين انا بتكلم عليه، فاهمني؟ لا هنا الحاجات دي عادي يا باشا، انت تاكل انت عايزه ايه يعني، وده اكل وبيقولوا كده اللي هو ده اكل، يعني اكل وشرب ده للبني ادمين ده طبيعي يعني، هم مثلا مش بيجبوا علينا، فاهمني؟ ففي حاجات هنا كتير جدا مميزات، طول ما انت ماشي في امريكا حرفيا بتلاقي فيها مميزات. شغل تلاقي انت خرجت هندسه هتلاقي شغل، طب شغل، سباك شغل. وميزه من الميز الكتيره جدا ان الحرف، فين الحرف؟ ان احنا عندنا في مصر
وعندنا معتقد وانا شايفه ان ده غلط. عندنا معتقد في مصر ان الحلاق والخياط والنجار والبتاع المسلح دوت والحاجات ديت والنقاش وبتاع الكهرباء دول طبقه ايه تحت. خلينا صريحين، احنا في مصر عندنا معتقدات كده صح، او اللي هو بيعمل المجاري والكلام ده صح، صح ولا غلط؟ خلينا متفقين مع بعض، كلنا في مصر بنفتكر كده صح. هنا اقسم بالله احسن مني ومنك، هنا اللي عنده حرفه زي دول تمام بياخد فلوس. انا دلوقتي اهو كشاب والله ما باخد ربعها، شفت ربعها. انا اعرف حد شغال تكنيشن اللي هو بيصلح الحاجات اللي هو ايه حاجه يعني في الكهرباء او كده باظت هو بيصلحها، بياخد $45 في الساعه الواحده. $45 في الساعه الواحده مع الاوفر تايم يعني بيعمل له حوالي 8-9 آلاف دولار في الشهر، في الشهر الواحد فاهمني. السيلز اصلا هنا في امريكا بيعمل له اخره $3000، ده بيعمل ضعف مرتبه. وهو اسمه ايه؟ كهربائي. فانت ممكن في مصر تفتكر ايه ده كهربائي، كهربائي. هو هنا كهربائي دوت عايش جايب بيته، ممكن تلاقيه شايل لامبورجيني وراكب عربيات والله ما في حد اصلا سيلز ولا كده بيركبها فاهمني. فهنا في امريكا هتلاقي حاجات ايه ده صح، انا فعلا من غير الكهربائي والسباك والنجار والخياط والكلام ده انا مش عارف اعيش صح. وهم عشان كده في امريكا بيعتمدوا على الناس دي تفهميني. ما اصل لو كلهم هنا في امريكا عارفين ان السيلز ولا المهندس ولا الدكتور بس هم بيعملوا فلوس زي عندنا في مصر تمام، فكله هيخش هندسه وكله بقى عايز يخش هندسه وصيدله وي سواء بقى خاص او حكومه صح. ليه؟ عشان عندنا في مصر على معتقدات ان دول بس اللي بيعملوا فلوس فاهمني. بس هنا في امريكا كله بيعمل فلوس، ايا كان الكارير انت تخرج منه ايه بيعمل فلوس. عشان كده كل واحد بيخش اللي هو نفسه فيها، اي حد نفسه في حاجه بيخش فيها، حد ما عندهش جراوس المهم، اي حد نفسه في حاجه بيخش فيها حرفيا. عشان كده تلاقي كله ناجح، عشان كده تلاقي امريكا ناجحه. لو ايه انا لو انا سباك انا سباك وناجح، وعندي 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 وعندي، انا نجار انا نجار وناجح، انا مهندس انا مهندس وناجح. وده اللي بتكلم عليه، ان امريكا هنا بتخليك العقليه بتاعتك تتغير وفي نفس الوقت ان انت نفسيا مستريح. فاتمنى اكون ان انا قلت كل المميزات اللي جت في بالي تمام، واتمنى يكون عجبكم. يا رب رب نوصل 10000 سبسكرايبر قريب، تقدر تعمل لايك سبسكرايب. ولو عندك اي سؤال اكتب تحت في الكومنت، وبرده تاني وتالت ورابع الفيديو الجاي بتاع العيوب بتاع امريكا اقول فيه حاجات كتير جدا عيوب انا ما بحبهاش كمان وحصلت قدامي، فيا ريت ده ما ياثرش على فكرتك في امريكا. انا دايما تاني وتالت ورابع انا دايما بحب اشجع الناس ان هي تيجي امريكا او هي تسافر عامه وتعرف الغربه او مش غربه او السفر او بايا كان المسمى ايه تمام، ان ده حاجه كويسه جدا وهتستفاد جدا جدا جدا. عشان انا شاب وجيت هنا صغير، فده المحتوى بتاعي او الكونتنت اللي انا بحاول اقدمه او الميزه اللي بحاول اقدمها للناس تمام. فالفيديو بتاع العيوب ده ما يخلكش شغفك يقل او ما يخلكش ان انت ايه تيأس. اي مكان بيبقى فيه عيوب ومميزات، ما تنساش الكلمه دي، في مميزات وعيوب، بس لازم تلاقي المكان اللي بمميزاته بتغطي على العيوب. انا كبني ادم عندي مميزات وعيوب، بس طالما مميزاتي مغطيه على عيوبي فخلاص، في بني ادم تاني بيبقى عيوبه وهي مغطيه على مميزاته صح، فتقول لا ابعد عني صح. هي اتمنى اكون استفدت من الفيديو. سي يو جايز نيكست فلوج.